Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, member of Al-Qaeda. A terrorist is responsible for the murder of thousands of innocent men, women, children. It was nearly 10 years ago. That September day was darkened by the worst attack on the American people. وكان ذلك قبل مدة seared into our national memory. حدث حادث مفجع بقي عالقا في ذاكرة أمتنا. The Twin Towers collapsing to the ground. وعندما انهار برج التجارة. The wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania. Where the actions وأيضا محاولة التفجير في بنسلفانيا مما أدى إلى الكثير من الدمار وانكسار كثير من القلوب والألم والفاجعة. The empty seat at the dinner table, children who were forced to grow up without their mother واضطر أطفال لأن يكبروا من دون آبائهم أيتاما. Nearly 3,000 citizens taken from us. Leaving a gaping hole. مواطن قتلوا على يدهم وفي 11 سبتمبر أيلول 2001 أيام الحزن والكآبة اجتمعت الولايات المتحدة ووحدت صفوفها وقدمنا يدا لكل وساعدنا للجميع وأكدنا روابطنا فيما بيننا وحبنا للمجتمع والبلاد. في ذلك اليوم وبصرف النظر عن أين من أين جئنا وأي رب نعبد أو أي جنس كنا توحدنا كعائلة أمريكية واحدة كما توحدنا في عزمنا على حماية بلادنا وأن نلقي القبض على من قام بهذه الهجمات الوحشية وعلمنا بسرعة أن هذه عملية قامت بها القاعدة التي يرأسها أسامة بن لادن الذي أعلن الحرب علنا على الولايات المتحدة وتعهد بقتل الأبرياء في أمريكا وفي العالم ولذلك شنينا الحرب على القاعدة لحماية مواطنينا وأصدقائنا وحلفائنا وفي السنوات العشر الماضية وبفضل الجهود الكبيرة التي لم تكن ولم تمل لعسكرينا ومحترفينا تقدما كبيرا في الجهد وأوقفنا الكثير من الهجمات الإرهابية وعززنا دفاعاتنا وكما أننا استطعنا أن نمنع أسامة بن لادن ورفاقه من حصول على ملاذات آمنة وسجلنا نجاحات كبيرة ضد الكثيرين من الذين ساهموا في الهجوم في 11 سبتمبر أيلول إلا أن أسامة بن لادن لم يقبض عليه وهرب إلى عبر الحدود إلى باكستان وأثناء ذلك استمرت القاعدة بالعمل عبر الحدود من باكستان وقد أكدت على رئيس CIA بأن يجعل من القتل أو القبض على أسامة على رأس قائمة أولوياتنا ثم تفكيك شبكته وأخيرا في أغسطس الماضي وبعد عمل كامل قامت به المخابرات أعطيت إجازة بأنه أصبح بالإمكان أو قريب إلقاء القبض على أسامة بن لادن وقد التقيت عدة مرات مع فريق الأمن ونحن نحصل على المزيد معلومات حول إمكانية أننا حددنا أين يعيش أسامة بن لادن في مجمع في باكستان وفي الأسبوع الماضي علمت أن لدينا ما يكفي من معلومات لإلقاء القبض عليه واليوم وبأوامر مني فإن الولايات المتحدة أطلقت هجوما على هذا المجمع في باكستان وقد قام فريق صغير بهذه العملية بشجاعة كبيرة ولم يصب أي أمريكي بأذى وتجنبوا أيضا إلحاق الأذى بأي مدني بعد معركة عنيفة قتلوا أسامة بن لادن وأخذوا جثته
ولمدة عقدين من الزمن كان أسامة بن لادن قائد ورمز القاعدة، واستمر في مواصلة العمل ضد بلادنا وحلفائنا وأصدقائنا. إن مقتل أسامة بن لادن أعظم إنجاز لبلادنا لإلحاق الهزيمة بالقاعدة، وأن ذلك لا ينهي جهودنا. ولا شك أن القاعدة ستواصل هجماتها ضدنا، وأن علينا بل أننا متأكدون بأن سنبقى يقظين في بلادنا وفي الخارج. وأثناء ذلك يجب أن نؤكد أيضا أن الولايات المتحدة لم تكن ولن تكون أبدا في حرب ضد الإسلام، وقد أوضحت كما فعل الرئيس بوش بعد 11 سبتمبر أيلول بأن حربنا ليست ضد الإسلام، وأن أسامة بن لادن لم يكن قائدا مسلميا بل إرهابيا، وقد قتل الكثير من المسلمين حتى داخل بلادنا وداخل بلاده. ولذلك نود أن نعيش جميعا بسلام وكرامة. وقد كررت عدة مرات في السنوات الماضية بأننا سنتحرك حتى في باكستان لو علمنا أين هو مكان بن لادن، وهذا ما فعلناه. ولكن المهم أن نعلم أن تعاوننا في محاربة الإرهاب مع باكستان ساعدتنا على الوصول إلى أسامة بن لادن وموقعه الذي كان يختبي به، وأن أسامة بن لادن عمل ضد باكستان وعمل وهاجم الباكستانيين. واليوم وأنا دعوت اتصلت بالرئيس الباكستاني وزملائي اتصلوا بنظرائهم الباكستانيين، واتفق الجميع أن هذا يوم تاريخي لبلدينا، ونحن نتقدم. من المهم أن تستمر الباكستان في ضم جهودها إلى جهودنا في محاربة القاعدة وحلفائها. إن أمريكا لم تختر هذه المعركة، بل أنها وصلت إلى سواحلنا وبدأت بقتل أبريائنا من المواطنين. وبعد 10 سنوات من الخدمة والنضال والتضحيات نعلم جيدا ما هي كلفة الحرب وأضرارها، وأنني أتذكر ذلك كل مرة أوقع فيها كقاعدة على القوات المسلحة، أوقع فيها كتابا لأحد قتلانا إلى عائلة أحد قتلانا. لذلك يفهم الأمريكان كلفة الحرب، ولكن كبلاد لن نسمح بتهديد أمن بلادنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي وأبنائنا يقتلون أو حلفائنا يقتلون. سنكون صادقين أمام قيمنا التي تمثلنا، وأنه في ليالي مثل هذه الليلة نستطيع أن نقول للعوائل التي فقد أحبائها على يد إرهاب القاعدة بأن العدالة قد تحققت. والليلة نقدم الشكر للعديد والعديد من الذين ساهموا في العمل ضد الإرهاب والذين وصلوا إلى هذه النتيجة. الشعب الأمريكي لم يرى عمله ولا يعرف أسماءهم، ولكنهم الليلة يقدرون عملهم وفي تحقيق العدالة. إننا نتقدم بالشكر للرجال الذين نفذوا هذه العملية، لأنهم جسدوا شعورهم الاحترافي والوطني وخدمة بلادهم، وهم جزء من جيل ولد ويحمل عبئا ثقيلا منذ 11 سبتمبر أيلول. وأخيرا أود أن أقول للعوائل التي فقد أحبائها في 11 من سبتمبر أيلول بأننا لم ننسى أحبائكم أبدا، ولم نتراجع في عزيمتنا بمنع أي هجوم آخر على بلادنا. والليلة دعونا نعيد أفكارنا إلى أفكارنا، ونتذكر الشعور بالوحدة والتآزر الذي ساد بيننا، وأن إنجاز اليوم هو دليل على عظمة بلادنا وعلى تصميم وعزم الشعب الأمريكي. أن قضية تأمين أمن بلادنا لم ينجز ولم ينتهي، ولكن نتذكر الليلة أن أمريكا بإمكانها أن تحقق كل ما تريده. هذا أمر موجود في تاريخنا، سواء كان الأمر يتعلق بتحقيق الرفاهية لشعبنا أو تحقيق المساواة بين كل المواطنين أو التزام احترام وتجسيد القيم في الخارج وتقديم التضحيات لجعل العالم مكانا آمنا. دعونا نتذكر أننا نستطيع أن نفعل كل ذلك ليس فقط بسبب القوة والثروة، بل بسبب أننا أمة واحدة، شعب واحد، نعبد ربنا بحرية وعدالة للجميع. شكرا وبارك الله فيكم، وبارك الله بالولايات المتحدة.